أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 37 من برنامج مدرس على الهواء. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي الفيزياء على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا إن شاء الله النهاردة هتبقى تحت عنوان كثافة الفيض المغناطيسي عند ملف دائري ومحور ملف حلزوني، ويكون في ضيفتنا في هذه الحلقه مستر محمد عبد اللطيف. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله مساء شرفنا الخير. وحلقه موفقه ان شاء الله. ان شاء الله. وتمنياتنا القلبيه بمشاهده ممتعه لكل طلابنا اللي بيشاهدونا دلوقتي. اتفضل يا مستر. اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا ان شاء الله كعادتنا بنقول نحاول نفهم مع بعض الفيزياء، وزي ما احنا بنقول دايما ان مادة الفيزياء زي ما احنا قايلين من ارقى العلوم واعلى درجات الثقافة والفكر الانساني. طبعا هي طبيعة الواقع وواقع الطبيعة، فكن فخورا انك تدرس الفيزياء، حاول اهتم، ما تخافش من الفيزياء، مادة الفيزياء مادة جميلة، حل فيها كتير، اشتغل فيها كتير، ان شاء الله ربنا يوفق الجميع. معايا كده جميع طلبتنا النهاردة، ان شاء الله العنوان بتاعنا النهاردة هنكمل الحلقة اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها عن كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن سلك مستقيم. النهاردة هنتكلم عن حاجتين اتنين، كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري وعند محور ملف حلزوني. هنبدأ الأول نتكلم على كثافة الفيض عند مركز ملف دائري. طيب ده الملف الدائري يا جماعة، أهو ده الملف الدائري، شغلنا هيبقى عند مركز الملف الدائري. طيب لازم أقول في البداية لابد أن نقتنع أنه إذا مر تيار كهربي في ملف دائري يتولد حوله مجال مغناطيسي. إيه شكل المجال؟ شكل المجال ده يا جماعة هنقول إن هو على صورة دوائر بيضاوية متزاحمة داخل الملف. بصوا يا جماعة، ده على صورة دوائر هي بيضاوية متزاحمة داخل الملف، متزاحمة داخل الملف وتفقد دائريتها عند المركز. يعني ايه وتفقد دائريتها عند المركز؟ يعني انا عند المركز هنا كده مانيش عارف هيكمل خط الفيض ده دائريته كده ولا دائريته كده. يبقى من النهاية زي ما احنا شايفين كلنا شكل المجال على صورة دوائر متحدة المركز، دوائر متحدة المركز بنقول تتزاحم داخل الملف وتتباعد خارج الملف وتفقد دائريتها عند المركز. تعالوا كده اما نشوف مع بعض كلنا كده نشوف كيفية تحديد اتجاه المجال. كيفية تحديد اتجاه المجال، ازاي نحدد يا جماعة اتجاه المجال؟ نركز معايا حبايبي كده، ازاي نحدد اتجاه المجال؟ اتجاه المجال معانا بنحدده بقاعدة من اتنين، قاعدة اسمها قاعدة البريمة اليمنى وقاعدة اسمها قاعدة اليد اليمنى. تعالوا اما نشوف كيفية تحديد المجال، هيبقى اول قاعدة هتكلم عليها قاعدة البريمة اليمنى. يعني ايه قاعدة البريمة اليمنى؟ انا دلوقتي ده ملف دائري، كله يكون شايف ده ملف دائري، انا عايز احدد كثافة الفيض عند المركز، عايز اشوفها كده ولا كده، عايز احدد اتجاه، هعمل ايه؟ عندي قاعدتين، القاعده الاولى اللي هتكلم عليها قاعده البريمه اليمنى. ايه البريمه ديت؟ البريمه دي يا جماعه اللي هو مسمار البرمه، المسمار اللي بنربطه بالمفك واللي بنحله بالمفك، اسمه بريمه يمنى ليه؟ اسمه بريمه يمنى علشان الربط بيبقى دايما على اليمين والحل بيبقى على الايه؟ الشمال. طيب تخيلوا ده الملف اهوت، ده الملف، انا عايز اعرف التيار بيلف زي ما ايدي بتلف كده، انا عايز اعرف عند المركز الفيض كده ولا كده، او خلينا على السبوره، خلينا على الصفحه اللي معانا. طيب ده الملف الدائري، الملف الدائري التيار بيمر زي ما انا راسم السهم كده، التيار بيمر كده، انا عايز اعرف عند المركز هنا الفيض يبقى لداخل الصفحه ولا لخارج الصفحه. تعالوا كده تخيل ان انت بتدور بريمه، القلم اللي في ايدي ده هو البريمه، فبدور البريمه مع التيار، لقيتني بلف مع عقارب الساعه اهوت، يعني بربط البريمه، يبقى الفيض الى داخل الصفحه، يبقى الفيض لداخل الصفحه عشان انت بتربط البريمه. طب افرض ان كان الملف كده والتيار العكس، فانا عايز اعرف الفيض عند المركز، بلفف ده كده لقيتني بحل البريمه على الشمال اهوت، بريمه هي بحلها، يبقى الفيض الى خارج الايه؟ الصفحه، ما احنا معتمدين معانا اتجاه داخل الصفحه وخارج الايه؟ الصفحه، يبقى هي دي قاعده البريمه اليمنى بتقول ايه؟ نتخيل اننا ندير بريمه يمنى،
بحيث يشير اتجاه دورانها الى اتجاه التيار الكهربي، عندئذ يشير اتجاه اندفاعها الى اتجاه المجال المغناطيسي زي ما فهمنا، ده البريمة اليمنى. القاعدة التانية بقى قاعدة اليد اليمنى. طب قاعدة اليد اليمنى، يبقى قاعدة القاعدة التانية معانا هتبقى قاعدة اليد اليمنى، قاعدة اليد اليمنى. ايه قاعدة اليد اليمنى؟ تفتكروا قاعدة اليد اليمنى في السلك المستقيم اللي اتكلمنا عليها قبل كده؟ كانت قاعدة اليد اليمنى في السلك المستقيم كان صابع الابهام بيشير للتيار، وكان بقية الاصابع تشير الى اتجاه المجال. لا احنا هنا هنعكس بقى، هنعكس ازاي؟ صوابعي هتشير للتيار، صابع الابهام هو اللي هيشير لاتجاه الايه؟ المجال. يبقى نتخيل اننا نقبض على ملف باليد اليمنى بحيث يشير الاصابع الملتفة الى اتجاه التيار، عندئذ يشير الابهام الى اتجاه المجال. طب ما تيجوا كده للسبورة كده للملفين اللي قدامنا. الملف الاولاني اللي هو الملف ده، الملف اللي معايا ده، شايفين التيار؟ اهو التيار بيلف كده زي ما ايدي بتلف، التيار بيلف كده. طيب صوابعي دي مع التيار، كله شايف صوابع اهي، صوابع الصوابع كلها، الصوابع الملتفة ما عدا الابهام، صوابعي كلها مع التيار، يبقى صابع الابهام ايه؟ مع اتجاه المجال. مفيش قاعده بتخالف قاعده. انا من شويه البريمه اليمنى طلعتها لي لداخل الصفحه، طب ما صابع الابهام اهو لداخل الصفحه يا جماعه، صابعه لداخل الصفحه. طب هنا شايفين التيار؟ اهو صوابعي دي مع التيار، صابعي ده لخارج الايه؟ الصفحه. يبقى نتخيل اننا نقبض على ملف باليد اليمنى بحيث يشير الأصابع الملتفة إلى اتجاه التيار، عندئذ يشير الإبهام إلى اتجاه المجال. يبقى قلنا كيفية تحديد اتجاه المجال، عند مركز الملف الدائري هيبقى قاعدتين، قاعدة البريمة اليمنى وقاعدة اليد الايه؟ اليمنى. طيب الملف الدائري يا جماعة بيشبه مغناطيس على صورة مغناطيس قصير او قرص مصمت. يعني ايه؟ يعني ايه مغناطيس قصير او قرص مصمت؟ تعالوا كده، الملف الدائري بنقول ان هو بيشبه مغناطيس قصير. ده الملف الدائري اهو، الملف الدائري اهو، ايدي كده الملف الدائري، تخيل هاي. كنا مفكرين، هو طبعا انت عارف ان في قاعده اساسيه لازم يبقى اي مغناطيس حتى لو مغناطيس كهربي له قطب شمالي وقطب ايه؟ جنوبي. اي مغناطيس احنا كنا مفكرين ان ممكن يبقى ده شمالي وده جنوبي، يعني ده شمالي ده شمالي وده جنوبي. قال لك لا، ده وجه شمالي ووجه ايه؟ جنوبي. يما شمالي اهي يا جماعه، يما شمالي ويما جنوبي، وجه شمالي ووجه ايه؟ جنوبي. وعشان كده اسمه مغناطيس قصير، في تقارب، في تقارب ما بين الشمال والايه؟ والجنوب. هو سمك الملف بس، هو سمك الملف. طيب ده اسمه مغناطيس قصير او قرص مصمت. ايه قرص مصمت؟ انت لو جبت اي مغناطيس خارج من اي سماعه او اي حاجه بيبقى على صوره قرص مصمت. ما انت القرص كده زي العمله المعدنيه بالظبط، زي الجنيه كده، بتلاقي يما شمالي ويما ايه؟ جنوبي. طب ازاي نحدد نوعيه الاقطاب؟ ازاي نحدد نوعيه الاقطاب؟ نحدد نوعيه الاقطاب ايه يا جماعه؟ بقاعده تسمى قاعده عقارب الساعه. تعالوا كده هنقول كيفيه تحديد نوعيه الاقطاب. كيفيه تحديد نوعيه الاقطاب، ازاي نحدد نوعيه الاقطاب؟ يحدد نوعية الأقطاب بقاعدة اسمها قاعدة عقارب الساعة. إيه قاعدة عقارب الساعة دي؟ ببساطة قوي، عند النظر إلى وجه الملف إذا كان التيار مع عقارب الساعة يكون قطب جنوبي، وإذا كان التيار عكس عقارب الساعة يكون قطب إيه؟ شمالي. طب التيار بيلف كده، التيار بيلف كده، انتوا بالنسبة لنا شايفين التيار ايه دلوقتي؟ شايفين ايدي بتلف ايه؟ مع عقارب الساعة ولا ضد؟ انا شايف ان هي مع عقارب الساعة بالنسبة لكم انتوا. يبقى الوجه اللي انتوا شايفينه ده وجه ايه؟ وجه جنوبي. الوجه اللي بالنسبة لنا بقى اللي انا شايفني هيبقى وجه ايه؟ وجه شمالي. لان ببص للملف، لو التيار مع عقارب الساعة يبقى جنوبي، عكس عقارب الساعة يبقى شمالي. يعني بص للملف اللي قدامي كده، التيار كده، انت شايف مع عقارب الساعة ولا ضد عقارب الساعة؟ مع عقارب الساعة. يبقى الوجه اللي انا شايفه ده وجه ايه؟ جنوبي. طب الملف التاني، انا لقى التيار عكس عقارب الساعة يبقى قطب شمالي. يبقى القاعدة المستخدمة في تحديد نوعية الاقطاب تسمى قاعدة عقارب الساعة.
قاعدة عقارب الساعة، لآخر مرة بقولها لك عند النظر إلى وجه الملف، إذا كان الطيار مع عقارب الساعة يكون قطبا جنوبيا، وإذا كان عكس عقارب الساعة يكون قطب شمالي. ندخل على القانون المستخدم في إيجاد كثافة الفيضة في الملف الدائري. طب كثافة الفيضة في سلك مستقيم فكروني بها كده أو افتكروها كده، بي بتساوي ميو في اي على 2 باي دي اللي خدناها قبل كده، بي بتساوي ميو في اي على 2 باي دي، عشان ما تدخلش القوانين مع بعضها. النهارده بقى القانون المستخدم في ايجاد كثافه الفيضه، القانون المستخدم في ايجاد كثافه الفيضه عند مركز ملف دائري. كل كلام اللي بقوله دلوقتي خاص بالملف الدائري، ركزوا افهموا. طيب يبقى القانون المستخدم في ايجاد كثافه الايه الفيض المغناطيسي هيقول ايه؟ هيقول ان البي بتساوي ميو في ان في اي على 2 ار، بي بتساوي ميو في ان اي على 2 ار، بي بتساوي ميو في ان اي على 2 ار. بي كثافه الفيض، الميو معامل النفاذيه، معامل النفاذية، الان عدد اللفات، عدد لفات الملف، الاي شدة الطيار، الار نصف القطر، نصف القطر. والعوامل التي يتوقف عليها كثافة الفيض عند مركز ملف دائري، واحد شدة الطيار والتناسب طردي، كلما زاد شدة الطيار زاد كثافة الفيض عند مركز الملف الدائري. اثنين عدد اللفات والتناسب ايضا طردي، كلما زاد عدد لفات الملف زاد كثافة الفيض عند مركز الملف الدائري. ثلاثة نصف القطر والتناسب عكسي، كلما قل نصف القطر زاد كثافة الفيض. زاد نصف القطر قل كثافة الفيض، ما انا بقول عكسي، زاد قل زاد. طيب يبقى العوامل، واحد عدد اللفات طردي، اثنين شدة الطيار طردي، ثلاثة نص القطر عكسي، أربعة معامل النفاذية المغناطيسية، بس بشرط عند تغير الوسط، لأننا لو الوسط هواء معامل النفاذية ثابتة وقيمتها زي ما قلناها قبل كده 4 باي في 10 أس سالب 7، ده القانون معانا. طيب إذا كان في ملفين بقى متحدة المركز، نجيب كثافة فيضهم إزاي؟ نركز كده معايا. أولاً لو معايا ملفين، في حالة وجود ملفين متحدة المركز، مركزهما مشترك، آدي ملفين مركزهما مشترك، والتيار كان في اتجاه واحد. يبقى بي توتال، بي الكلية بتساوي بي واحد زائد بي اتنين، يعني بي توتال هتساوي بي واحد اللي جاي من الملف الاولاني زائد الثاني. يا استاذ انت هتجمع ليه يا استاذ؟ اقول لك عشان الفيضين في اتجاه واحد، مش الطيارين في اتجاه واحد. طب ما انا على الرسمه اللي انا رسمتها اهو، ايه ده؟ هي ايه ده؟ هي صوابع ايدي مع الطيار، صوابع ايدي مع المجال، يبقى المجال اللي داخل الصفحه. طب الملف الكبير برضه ايدي دي مع الطيار، صوابع ايدي مع المجال، يبقى المجال اللي داخل الصفحه. فطالما المجالين في اتجاه واحد يبقى هنجمع، يبقى بي توتال بتساوي بي واحد زائد بي اتنين. طيب اذا كان الطيارين في اتجاهين متضادين، يعني طيار كده وطيار كده، ده انت لو طبقت على الايه، لو طبقت على الملف الصغير، بص كده صوابعي اهي مع الملف الصغير مع الطيار، فصابعي ده كان اللي داخل الصفحة. طب مع الملف الكبير شايف الطيار اتعكس عكس عقارب الساعة، فصبعي ده الخارج الايه الصفحه، يبقى الفيضين في اتجاهين متضادين. يبقى في الحاله ديت هنطرح الكبير ناقص الصغير، فهقول بي توتال بتساوي بي واحد ناقص بي اتنين اذا كان بي واحد اكبر من بي ايه اتنين، حيث بي واحد اكبر من بي اتنين. طب الحاله الثالثه بقى، اذا كان في حاله تعامد، يعني انا كنت بقول لك دلوقتي الملفين كده، الملفين كانوا كده منطبقين على بعض، الملفين منطبقين على بعض، والملفين كده منطبقين مع بعض. طيب الملف كده والملف كده، لا انا بقى في حاله تعامد، حاله تعامد. يعني ايه حاله تعامد؟ ركز كده، ادي ملف اهوت والملف اهو متحد المركز بس في حاله تعامد. ده دلوقتي بقى انا هجمع جمع جبري، جمع جبري ايه؟ اللي هو جمع المتجهات،
لان في تعامد دلوقتي مش مش طبعا هجمع جمع اتجاه مش جمع جبري، يعني مش بي توتال بتساوي بي 1 زائد بي 2 ولا بي توتال بتساوي بي 1 زائد ناقص بي 2. امال ايه يا استاذ؟ لا ده بي توتال هتساوي الجذر التربيعي لبي 1 تربيع زائد بي 2 تربيع. يبقى بي توتال بتساوي الجذر التربيعي لبي 1 تربيع ناقص زائد بي 2 تربيع. يبقى في ثلاث حالات في حالة الملفين. إذا كان الملفين متحد المركز وطيرهما في اتجاه واحد، يبقى المحصلة بتساوي مجموعهم. وإذا كان الطيران في اتجاهين متضادين، يبقى المحصلة طرحهم. وإذا كانوا متعامدين، يبقى جمعهم. بالجمع اتجاهي طبقا للعلاقة بي توتال بتساوي الجذر التربيعي لبي 1 تربيع زائد بي 2 تربيع. طب تعالوا معايا كده مثال سريع نطبق فيه الثلاث قوانين اللي قدامنا دول. مثال سريع يا جماعة بيقول ايه؟ اولا لو انا قلت لك ملفان دائريان متحدة المركز، ملفان دائريان متحدة المركز، عدد لفات الملف الاول، عدد لفات الملف الاول 350 لفة، يعني ان واحد ب 350 لفة يمر به طيار شدته 20 امبير، يبقى الاي واحد ب 20 امبير، ونصف قطره 55 سنتي، يبقى ار واحد 55 سنتي. هتسيبها بالسنتي؟ افتكر كده؟ لا، ده احنا شغالين على الوحده الدوليه المتر، تحول من السنتي للمتر، اضرب في 10 اس سالب 2، يبقى 55 في 10 اس سالب 2 متر. والملف الثاني عدد لفاته 600 لفه، يبقى ان 2 ب 600 لفه، ويمر به طيار شدته 7 امبير، ويمر به طيار شدته 7 امبير، ونصف قطره، احنا قلنا نصف قطر ده كام؟ 55 سم، ونصف قطر الملف الثاني 44 سم، يبقى ار 2 ب 44 في 10 اس سالب 2، والطياران في اتجاه واحد، اوجد محصله كثافه الفيض عند المركز المشترك. مثال بيقول ايه؟ ملفان دائريان متحده المركز، الملف الاول عدد لفاته 350 لفه، يمر به تيار شدته 20 امبير، نص قطره 55 سم، ضربت في 10 اس سالب 2 للتحويل للمتر. والملف الثاني عدد لفاته 600 لفه، يمر به تيار شدته 7 امبير، ونصف قطره 44 سم، ضربتها في 10 اس سالب 2، والتياران في اتجاه واحد. ده اول مطلوب، اوجد كثافه الفيض عند المركز المشترك. طب معايا بسرعه كده وطبق معايا، هجيب بي 1 للملف الاول. مش القانون بيقول ميو في ميو في ان في اي على 2 ار، يبقى ميو في ان 1 اي 1 على 2 ار 1، الميو في الهواء ب 4 باي في 10 اس سالب 7، الان ب 350، الاي ب 20 على 2 ار 55 في 10 اس سالب 2. خلصها على الاله الحاسبه كده، ما تخليش غلطتك حسابيه، هتطلع معانا 8 في 10 اس سالب 3 تسلا. طب البي 2 بتساوي ميو في ان 2 اي 2 على 2 ار 2 يساوي 4 باي في 10 اس سالب 7 في 600 في 7 على 2 في 44 في 10 اس سالب 2. خلصها على الاله هتطلع معاك 6 في 10 اس سالب 3. طب السؤال لكم بقى، ده هجمع ولا هطرح؟ هجمع يا استاذ. ما انت قلت الطيران في اتجاه ايه؟ الطيران في اتجاه واحد. طالما الطيران في اتجاه واحد، يبقى بالتالي هنقول ان البي توتال بتساوي بي 1 زائد بي 2. طيب يساوي 8 في 10 اس سالب 3 زائد 6 في 10 اس سالب 3 يساوي 14 في 10 اس سالب 3 تسلا. طيب المطلوب الثاني بقى، ماذا يحدث اذا دار احد الملفين 180 درجة؟ يعني الملفين كانوا الطيران في اتجاه واحد، تخيل انا شلت واحد قلبته 180 درجة، فبقوا الطيارين في اتجاهين ايه؟ متضادين. يبقى اجمع ولا اطرح؟ لا يا استاذ دلوقتي هطرح، لان الفيضين هيبقوا في اتجاهين متضادين. يبقى هقول بي توتال في المطلوب الثاني يساوي بي 1 ناقص بي 2 الكبير ناقص الصغير، يعني 8 في 10 اس سالب 3 ناقص 6 في 10 اس سالب 3 تطلع 2 في 10 اس سالب 3 تسلا. طب المطلوب الثالث والاخير، اوجد كثافه الفيض اذا دار احدهما 90 درجه. تخيل بقى، انت شايف الملفين كانوا ازاي؟ دار احدهما 90 درجه،
بقوا ايه؟ متعامدين، بقوا في حاله التعامد اللي احنا اتكلمنا عليها، بقوا ايه؟ بقوا متعامدين. يبقى انا عندي دلوقتي هنجيب حاله التعامد اللي كان قانونها بيقول بي توتال، بي توتال بتساوي الجذر التربيعي لبي واحد تربيع زائد بي اتنين تربيع اللي هو جمع المتجهات اللي هو 8 في 10 اس سالب 3 تربيع زائد 6 في 10 اس سالب 3 تربيع. خلصها على الاله تطلع 10 اس سالب 2 ايه تسلا. وبكده طبعا ده كثافة الفيض يا جماعة اللي هو في الملف عندنا، وقلنا القانون ونفرق بينه وبين السلك. القانون لآخر مرة بي بتساوي ميو في ان في اي على 2 ار، حيث ان بي كثافة الفيض، ان عدد اللفات، اي شدة التيار، ار نصف القطرة. وبكده خدنا كثافة الفيض عند مركز الملف الدائري. وتمنياتي بالتوفيق لجميع طلبة الثانوية العامة إن شاء الله. أحسنت مستر محمد، ونتمنى إن شاء الله نشوفك في حلقات قادمة، وتمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء بعد قليل، وحلقات الأحياء للثانوية العامة. شكرا لكم.